سيكون شكل العالم بعد 100 عام؟ توقع المستقبل هو عمل صعب، فمن الصعب أن تتوقع ما الذي ستفعله الأسبوع القادم أو العام التالي، فما بالك بالمستقبل البعيد؟ هناك أشخاص يسمون أنفسهم بالمتنبئين ويحاولون منحنا أفكاراً عما سيحدث في المستقبل، وبغض النظر عن مدى دقة أو صحة ما يقولون، إلا أن الكثير منهم يبني توقعاته على حقائق موجودة اليوم. ومن هذا المنطلق سنعرف بعض توقعات المستقبل، فابقوا معنا. لكن أولاً اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي شيء ننشره. أولاً، التعداد السكاني سيتجاوز 9 مليارات، وبالتالي نتوقع أنه ستنتشر الأمراض لأنه سيزيد عدد البشر وسيحدث عجزاً في الطعام، كما أننا سنبدأ في تقليل استهلاكنا للكهرباء، ولأننا لو استمرينا على نفس معدل استهلاكنا للكهرباء سنحتاج إلى 3 كواكب لتغطي احتياجاتنا من الكهرباء بحلول عام 2100، وهو ما يعتبر مستحيلاً. ثانياً، أغلبية البشر ستعيش في المدن، وهو ما سيجعلها متكدسة للغاية، وبالتالي ستختفي الغابات، وبدلاً من ذلك سيصعد عنها البشر بعمل مناطق زراعية على المباني نفسها، فسيكون من المعتاد أن ترى حديقة أعلى ناطحة سحاب تعمل على تنقية الهواء. ثالثاً، الحروب لن تسيطر على البحار واليابسة، بل أيضاً على الفضاء. القمر سيلعب دوراً رئيسياً في هذه الحروب، فهو قطعة أرض لا توجد عليها ملكية معينة. هذه الأرض ستستخدم في الدفاع عن الهجمات وشن الهجمات في نفس الوقت. رابعاً، السفر في السماء سيكون رائعاً للغاية. يقال أن تقنية الطائرات ستكون مذهلة، فمثلاً لو كان هناك مقاعد فارغة في الطائرة ستعمل المقاعد على تعديل موضعها لتشغل حيزاً أكبر ولتوفر راحة أكبر للركاب، كما أن جدران الطائرة ستكون شفافة وستضاء الطائرة بضوء طبيعي. وأفضل شيء أنك سوف تتمكن من الذهاب إلى أي مكان في الكوكب خلال 2.5 ساعة. خامساً، سيتواجد روبوتات تقوم بأعمال مختلفة وسيقومون بعمل وظائف بسيطة وأخرى خطيرة بكل سهولة ويسر. وظائف كان يقوم البشر بممارستها، فعلى سبيل المثال تنظيف موقع بعد حدوث كارثة، كما أن إمكانياته لا نهائية. فمثلا لو رغبت في التعرف على حالة فندق أيرلندي قبل أن تحجز به غرفة، يمكنك أن تؤجر روبوتا يقوم بالأمر من أجلك، ويمكنك التحكم به من غرفتك، وسيبث لك فيديو يوضح لك كل شيء أمام عينيك. سادساً، سوف نبدأ في دمج تقنية النانو تكنولوجي إلى أجسامنا، فمثلاً وضعها في الرأس سيجعلك لا تحتاج إلى استخدام شاشات الكمبيوتر، حيث ستعرض صور من على الإنترنت أو ستعرض مقابلة عبر السكايب أو ألعاب الفيديو أمام عينيك. وبكلمات أخرى سنبدأ في التحول إلى أندرويد. سابعاً، سنقول وداعاً إلى متاجر البقالة، ولأن المبردات سيكون مدمجاً بها متاجر أونلاين، لذلك سيصلك ما ينقصك من طعام قبل حتى أن تلاحظ أنه أوشك على النفاذ. ثامناً، لن يكون أمراً ضرورياً أن تذهب إلى الطبيب لعمل فحص، وببساطة ستقوم بتمرير مسح على جسدك وهو سيرسل النتائج على شبكة صحية على الإنترنت. هذا الأمر موجود الآن ولكن بطريقة معقدة، ولكن مع التطور والتكنولوجيا سيتوفر بصورة أبسط وأسهل. تاسعاً، التقدم في التقنية الثلاثية الأبعاد والنانو تكنولوجي ستجعل عقد المؤتمرات عن بعد واقعياً أكثر، وبدلاً من استخدام مكالمات السكايب ستتقابل مع نسخة من مديرك في غرفتك، وستصبح طريقة التواصل هذه شائعة للغاية. لذلك أصدقائي، ما توقعاتكم للعالم في عام 2100؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على إعجاب والاشتراك في القناة وكذلك تفعيل جرس الإشعارات. شكراً للمشاهدة وإلى اللقاء.